بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ في المحاضرة دي نتكلم على تمرين على Spawning and Destroying Game Object، يعني إزاي تعمل كذا Object كذا Game Object وإزاي تعمل له Destroy. فهنعمل مثلا Sphere، هعمل Create Sphere. طيب السفير ده عاوز اخليه بريفاب، فقلنا عشان نخليه بريفاب ممكن مثلا نديله اسم هنا سفير واحد دي واحد، وعشان اخليه بريفاب قلنا نعمله دراج اند دروب بينهم بس، فده اصبح بريفاب وممكن تمسحه من هنا، فده عملناه بريفاب. طيب بعد كده عاوزين نروح في نعمل نضيف نيو سكريبت على البريفاب اللي هو السفير، وهنضيف فيها اللي هي ترانسفورم دوت بوزيشن بيساوي راندوم دوت انسايد يونت سفير في 5. هنروح نضيف كود عليها اد نيو سكريبت مثلا نسميه مثلا سفير 1 1. هنروح نفتح سفير 1 1، طيب راندوم دوت انسايد يونت سفير. راندوم دوت انسايد يونت سفير بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك جنريشن لفيكتور، الفيكتور ده عبارة عن 3 ارقام انسايد يونت سفير، يعني نص القطر، يعني اي نقطة جوه نص اي نقطة جوه السفير اللي النص القطر بواحد. فافرض مثلا عمل لك جنريشن راندوم مثلا لنص مثلا 4 من 10 و مثلا 3 من 10 راندوم، هيضرب دوا في 5، فهتصبح مثلا نص في 5 مثلا هيديك مثلا 2.5، مثلا 5 في 4 من 10 يدينا 2، 5 في 3 من 10 يدينا 1.5. فيبقى البوزيشن بتاع السفير طبعا ده بيتنفس في الستارت، دي معناها اول ما السفير تتحط في السين الستارت هيتنفس مرة واحدة، فيعمل جنريشن للراندوم دوت انسايد يونت سفير، ده عبارة عن فيكتور، الفيكتور جوه فيكتور عبارة عن هيديك نقطة جوه مثلا ادي سفير، ده ال x position مثلا، ده ال y وده ال z، وعندك sphere اهي موجودة ونص قطرها 1، هيديك اي نقطة جوه ال sphere ده inside the sphere. فادي مثال انها ادت نقطة بالمنظر ده اللي هي نص واربعة من عشرة وتلاتة من عشرة، وبعدين ضربناها في 5، فدي معناها اني هعمل لك generation دي sphere ويحطها كلها في sphere كبيرة تبقى نص قطرة، ادي سفير كبيرة نص قطرة ب5، هيبقى اي نقطة جوه السفير. طيب هناخد الكود ده نحطه جوه الستارت، نكمل شرح السنة عقبال ما يفتح. طيب بعدين هنعمل ايه؟ هنعمل كرييت ل امبتي اوبجكت، والامبتي اوبجكت ده ممكن نسميه جيم مانجر، وده مسؤول عن المانجمنت للجيم. طيب جوه ده هنعمل ايه؟ هنحط جوه ستارت كوروتين. طيب ستارت كوروتين دي معناها الستارت هتعمل له كول مره واحده، وده امبتي اوبجكت، فاول ما تبتدي الجيم هيحصل كول ل الستارت. طيب جوه الستارت بنعمل كل مين الستارت كوروتين، طيب وننده السبروتين ده. طيب السبروتين ده بيعمل ايه؟ بيلف 20 مرة، كل مرة بيعمل كرييشن للاوبجكت اللي احنا مديناه له هنا.
الاوبجكت ده اللي هو الجيم اوبجكت اللي هو ده، وده انيشالي بيبقى نان وبعدين بنحطه بقيمه. فهنا هنروح في الستارت، ده الكود اللي على السفير، هنحط في الستارت ان هو بيختار اللي هو راندوم بوزيشن انسايد يونت سفير مضروب في كام؟ في 5. طيب بعد كده عاوزين نعمل امبت اوبجكت، هنعمل كرييشن دي امبت اوبجكت ونسميه جيم مانجر، هسميه جيم مانجر جي ام 1، جيم مانجر 1. طيب هروح اضيف كود عليه اسميه مثلا جيم مانجر 1 1. طيب هو جيم مانجر 1 1 هنعرف اللي هو جيم اوبجكت هو، فهنا هنحط الجيم اوبجكت اللي احنا عاوزين نكرره، فهنا في الحاله بتاعتنا اللي هي البريفاب اللي هو الاسفير، وبعدين اقول له ستارت كوروتين وهنحط السبروتين اللي هو ده. طيب فايه هنا اللي هيحصل؟ في البدايه يعمل كول ليه السبروتين، وهنا جوه ده السبروتين بيلف 20 مرة، وكل مرة بيعمل كرييشن لأوبجكت جديد، وبعدين يلد ريتيرن نيو ويت فور 1 سكند، ويستنى 1 سكند، وبعدين يكمل الفور لوب يعمل كرييشن لأوبجكت جديد. فدي معناها كل 1 سكند يعمل لك كرييشن لأوبجكت جديد. نعمل له بيلد ونشغله. هتلاحظ ان هو كل ثانية المفروض يعمل لنا كرييشن لأوبجكت جديد. في حتة هنا المفروض نعملها قبل ما نعمل ران، ان هو الأوبجكت الجديد اللي هيعمل له كرييشن هنا بيشاور على مين؟ على نان بس، فمفيش لسه أوبجكت، ما اديناهوش أوبجكت عشان يعمل له كرييشن. فأنا هنا أهو بدل ما هو يشاور على نان عاوز أخليه يشاور على السفير دي، فلما أعمل دراج أند دروب هنا أهو او بتختاره من هنا، فكده يعمل لنا كريشن للسفير. فانا هشتغل اهو، هتلاقي كل شويه بيعمل لك كريشن للسفير، كل ثانيه هيعمل كريشن للسفير. طيب افرض مثلا كل سفير عاوز اديها لون مخصوص، فده السبروتين ده يختار راندوم فاليو يحطها في الريد، وراندوم فاليو في الجرين، وراندوم فاليو في البلو، بيرجع لك الكلر الجديد. فناخد نعمل له ايه؟ كوبي، ودي هنحطه في الكود بتاع السفير. طيب بعدين هنزود على الكود بتاع السفير ان احنا هنجيب هنختار هننده السبروتين اللي هو راندوم كلر، هيرجع لنا لون عشوائي، هنعمل له سيتنج للماتيريال بتاعت السفير. وهنعمل بيلد ونروح نشغل. هتلاقي بيعمل لك سفيرز وكل واحدة بيديها لك لون مختلف، لون راندوم. طيب افرض احنا مثلا عاوزين بعد زمن معين نحطه السفير بعد ما يعمل لك كريشن يحصل لها ديستروي، فهنعمل ايه؟ اول حاجة نعمل سيتنج نقول الزمن هنحطه بكام، وده هسيب قيمة انت تبقى تختارها. راجل حاطط هنا ادي قيمة
احنا محتاجين نحطها، وبعدين هقول له destroy في الستارت. يعني في الستارت هنا بعد ما يعمل creation يديله لون، اقول له اعمل له destroy، destroy الجيم اوبجكت، يبقى نفسه هو يدمر مين؟ نفسه، بس بعد مرور الزمن اللي احنا هندور. فنعمل build ونروح هنا مثلا، ادي السفير لازم نديله زمن، فمثلا نديله مثلا وليكن 3 ثواني، يبقى الاوبجكت هيحصل له كرييشن، وبعد مرور 3 ثواني المفروض هيحصل له دستروي. فلو جينا نشغل اهو، فانت تشوف الاوبجكت بيحصل له كرييشن، بعد 3 ثواني بتلاقيه اختفى. ليه؟ لان بيحصل له دستور. ولو شفت هنا اهو هتلاحظ بيحصل كرييشن لاوبجكت، كرييت واحد جديد ويختفي واحد، عشان كده واحنا كل ثانية اهو بتلاقي واحد يختفي واحد، يعني لغاية ما خلصوا كلهم، عمل 20 وكله بعد واختفوا كلهم. طيب افرض احنا مثلا ساعات بيبقى من البروجرامينج عاوزين نضيف كومبوننت لاوبجكت، فاحنا قلنا الاوبجكت هنا في اليونيتي بيبقى ليه كومبوننتس كتير، يعني اي اوبجكت اروح اد كومبوننت تلاقي فيه كميه كومبوننتس كتيره خالص. اه يعني مثلا الفيزيكس لوحديها اشوف فيها كام كومبوننت، فمن البروجرامينج عاوزين نضيف بتاع ده جيم كومبوننت لاوبجكت، فازاي هنعمله؟ مثلا نروح نضيف مثلا ياكون كيوب اهو، و افرض انا عاوز من البروجرامينج اضيف مثلا ريجيد بودي كومبوننت على الكيوب، فاجي راح حاطين كود على الكيوب بسميه مثلا B6، وبي 6 هروح انا اهو اضيف اقول بول public بول وليكن فلاج واحد، و initially عاوز احطه فولس. طيب وبعدين جوه الابديت اف الفلاج واحد ده بترو هيعمل ايه؟ هيضيف ريجيد بودي كومبوننت. طيب كذا طريقة ان احنا نضيف بيها ريجيد بودي كومبوننت. اول حاجة مثلا ممكن اقول له جيم اوبجكت دوت اد كومبوننت وتايب اوف ريجيد بودي، فبقول له جيم، كلمة جيم اوبجكت معناها الجيم اوبجكت اللي هو ده، فانت الكود ده متضاف على جيم اوبجكت معين، فانا افرض عاوز الجيم اوبجكت انده عليه فانكشنز فبقول كلمه جيم اوبجكت بس. فجيم اوبجكت هو الجيم اوبجكت اللي الكود ده عليه، دوت اد كومبوننت من نوعها مين؟ النوع ريجيد بودي كومبوننت. فلو عملنا بيلد طبعا احنا الاوبجكت الكيوب لو ضفنا عليه ريجيد بودي كومبوننت، والريجيد بودي كومبوننت باي ديفولت عليها جرافيتي، هتلاقي الاوبجكت يستجيب للفيزياء ويقع. فلو جينا نشغل كده اهو بس ورحنا على الكيوب، طبعا الكيوب هنا الفلاج ده اول ما علم عليها هيبقى ترو، ولو كان بترو هيتضاف ريجيد بودي كومبوننت على الكيوب، ولو اتضاف ريجيد بودي كومبوننت على الكيوب الكيوب هيقع. فلو جينا نشغل اهو ضفنا ريجيد بادي على الكيوب فكيوب وقع، وادي ريجيد بادي كومبوننت اهي اتضافت اوتوماتيك. فانت هنا بيقول لك من الكود ممكن تضيف ريجيد بادي كومبوننت، اي كومبوننت عاوز تضيفه. الطريقه الثانيه ان انا ممكن اكتبها بالطريقه دي، بقول له جيم اوبجكت دوت اد كومبوننت ريجيد بادي، واعمل لها بيلد.
هتلاحظ هنا ان مفيش ريجيد بودي كومبوننت على الكيوب، واول ما اعلم على الفلاج ده واخليه بترو هيروح ضايف لك ريجيد بودي كومبوننت، وطبعا لما تضاف عليه ريجيد بودي كومبوننت واحد. فده بيوريك مثال، بيوريك ازاي تضيف كومبوننت في الاوبجكت من البروجرام. طيب افرض مثلا انت بتعمل جيم والجيم عملته كذا ليفل، فعاوز تنتقل، خلصت اليوزر خلص الليفل الاولاني وعاوز ينتقل للليفل الثاني، فكل ليفل لازم تعمل له سيف، يعني لازم ان هو تخزن، تقول سيف وتخزن الليفل وتديله اسم. وبعدين لما اليوزر يخلص الليفل بقول له ابلكيشن دوت لود ليفل، وبديله اسم الليفل رقم 2 اللي هو، طيب خلص من ليفل 2 عاوز يروح ليفل 3 برضك بقول له ابلكيشن دوت لود ليفل واديله ليفل 3. في مثلا النهايه مثلا دي بتزاي تعمله ديزاين في سين البدايه، فابلكيشن دوت لود ليفل ده بينقلك من ليفل لليفل تاني، من سين لسين تاني. هنا برضك بيوريك مثلا افرض عملت عاوز تعمل تويكينج لكومبوننت، فبقول له مثلا وليكن اللايت كومبوننت، فبقول له جيت كومبوننت اللي هي اللايت، وبعدين مثلا في انيبل اللايت عاوز تخليه ترو ولا فولس، في الانتنستي عاوز تحطها بكام، فدي بيوريك ازاي تجيب كومبوننت وتعمل لها مين، تعمل لها سيتنج. طيب في عندنا حاجه اسمها اللوكال وحاجه اسمها وورلد دايركشن، فانت لازم تفرق ما بين الاثنين. يعني مثلا افرض دي اكسس بتاعت الوورلد، ده بقول اكس وورلد، وده مثلا واي وورلد، وده هو ذات وورلد. طيب افرض عندك اوبجكت وليكن، طب نسهلها نخليها نشتغل في 2 دي، نمسح ال 3 دي خليها 2 دي عشان بس تبقى اسهل. طيب افرض عندك اوبجكت، ادي الاوبجكت، الاوبجكت ده ساعات بيبقى عملت له روتيشن، فلو عملت له روتيشن الاكسس بتاعته اتغيرت، فهنا ده بيشاور ده اكس لوكال، اكس واحد لوكال، وده هو واي لوكال، واي لوكال واحد. طيب لو انا قلت له عاوز احرك في اتجاه اكس، طب فانا عندي فيه حاجتين اكس، في ادي اتجاه اكس دي اكس لوكال واحد، وفي اكس وولد، فانهي واحده اللي عاوز احرك عليه؟ الاكس وولد دوا ده بيسمى الوولد كورنيت سيستم، فلو اتحرك في اتجاه الاكس وولد يبقى السفير هتنتقل من هنا في اتجاه، هتمشي في اتجاه الاكس هتروح هنا، فده بيسمى وولد. طيب افرض انت عاوز تحرك في اتجاه اكس واحد لوكال، فدي معناها لو انت بتزود في الاكس هتلاقي الاوبجكت بدل ما هو هنا اهو انتقل في اتجاه الاكس لوكال واحد وبقي هنا، فالحركة هتختلف لو انت عاوز تحرك لوكال او تحرك وولت. طيب ازاي هنا هنفرق ما بينها في اليونيتي؟ ده بيديك مثال، لو انا قلت له جيت ريجيد بودي كومبوننت واستخدم الميثود اللي هو اد فورس واضربها فورس في الاتجاه ده نيو فيكتور 3 0 0 1 0 0 1 اللي هو الزات اكسس، بس الزات اكسس مين؟ ده وولد. طيب افرض انا عاوزها لوكال زات اكسس بس اللي هي اللوكال، فبكتبها ازاي؟ بقول له ترانسفورم، ده الترانسفورميشن بتاع الاوبجكت اللي عليه الكود دوت، دوت فورورد، دوت فورورد ده اتجاه الزات اكسس، بس ده اتجاه زات اكسس لوكال. فلازم تفرق ما بين الوورلد واللوكال، ان الحركه هتظهر مختلفه، يعني الوورلد هتظهر حاجه واللوكال هيديك حاجه. هنا افرض عاوزين الكاميرا مثلا، هنحط الكود ده على الكاميرا، فيبقى الترانسفورم دي بتبقى بتاعت الكاميرا، فهنا اللوك اد يبقى الكاميرا دايما هتنظر للاوبجكت ده. برضك ابلكيشن تاني، افرض واحد هيعمل كاركتر والكاركتر هنا بيبقى ليه العنان، وده النن بتاع العنان. افرض انا عاوز لو خلي الشخص الكاركتر ده بيبص على الاوبجكت، فالاوبجكت مكانه هنا يبقى عاوز ان يروح يبص هنا، ولو مكانه هنا عاوزه يروح يبص هنا، فبرضك باجي ان هنا اهو وبحط له ترانسفورم دوت لوك ات، وبدي له الترانسفورم بتاع، بدي له الاوبجكت ده عشان يبص له. طيب هناخد بيها مثال ان احنا هنروح نحط الكود ده على كاميرا، فهنا هنروح مثلا ادي كيوب مثلا وليكن نسميه كيوب واحد واحد، ونطلعه فوق بس، ونضيف عليه ريجيد بادي كومبوننت.
الكيوب هنا هيقع، فانا عاوز يقع على بلين، فاضيف بلين عشان يقع عليه. تاني حاجة كنت عاوز الكاميرا، عاوزة تبص المنظر ده، فاغير اخليه الاين تو. طيب بعدين عاوز ادي باونسنج، اديها فيزيكس ماتيريال للبلين والكيوب، فاعمل دراج اند دراب فيزيكس ماتيريال، بس واتاكد ان الباونسنج بتاعها محطوط بواحد، هنا بواحد. فلو جيت شغلت كده هتلاحظ ان الكيوب بيتنطط على البلين. طيب لو رحت بقى عاوز الكاميرا، اجي اروح المين كاميرا اضيف عليها الكود، اقول ضيف لي نيو سكريبت وسميه مثلا كاميرا مثلا 1 2. هروح لكود 1 2، وهضيف هقول له بابليك ترانسفورم ماين ترانسفورم، ده المفروض الاوبجكت اللي انت عاوز تبص عليه، وده حاليا الانشاليزيشن بتاعه نان، فانت لازم تعرفه وتحط له انشاليزيشن باوبجكت معاه. وده هنا الترانسفورم ده بتاع الكاميرا، ده الترانسفورم بتاع الكاميرا دوت لوك ات، خليه يبص على الاوبجكت اللي انت هتحطه هنا. اعمل بيلد وهنروح على المين كاميرا، ولازم نعمل انيشاليزيشن للاوبجكت اللي هتبص عليه. فادي ده الاوبجكت اللي هو ده، طبعا انيشاليزيشن يا اما دراج اند دروب للكيوب واحد هنا اهو، او يا اما بتختاره من هنا، اتنين هيديك نفس الافكت. طيب لو جينا نشغل كده طيب هو هنا الكود، طبعا الكود المفروض ما تحطش فيه الستارت، ان الستارت ده بيتعمل له كل مرة واحدة، ده المفروض يتحط في الابديت. يعني نشغل ان انا عاوز يتعمل له كول كذا مرة وهو شغال، فعشان يتابع الكيوب اهو، فيديك الافكت ان هو دايما الكيوب بيطلع معاه، بينزل معاه. اه الكيوب مثلا اه عمال يروح يمين شمال، هو معاه هيقع برضك، الكاميرا بتبص معاه. طيب برضك الماوس ساعات بنحتاج فيه، بنعمل اي جيم، اي بنعمل اي سيميليشن بنحتاج الماوس، فده بيوديك ادي الاوبجكت عاوز اون ماوس انتر، لما الماوس يبتدي يخش على الاوبجكت اعمل لك كول باك لاون ماوس انتر، طلع منه اعمل لك اون ماوس اكزيت، فضل مثلا ضغطت كليك وانت عليه بيعمل اون ماوس داون. فناخد دول مثلا وليكن نحط سكريبت على الكيوب ونحطهم على الكيوب، فنختار ادي الكيوب واحد واحد ونضيف عليه سكريبت نسميه كيوب واحد واحد. طيب ونروح نضيف سكريبت عليه، بس واحنا بنعمل هنا يا دوبك احنا مش بنعمل حاجة اللي يعمل لنا كول باك، احنا بس بنطبع على الكونسل اون ماوس انتر اون ماوس اكزيت او كليكت. هنعمل بيلد هنروح الكونسل نخليه قدامنا شغال عشان نشوف ايه اللي هيطبع على الكونسل. هنا هتلاحظ اول ما اجي على الماوس بيديك اون ماوس انتر، اطلع منه اون ماوس اكس طبعا، سواء طالع داخل، لو انا عليه وعملت كليك هيديني ماوس كليك، طلعت بره ماوس اكزيت، دخلت ماوس انتر، طلعت ماوس اكزيت، عليه وعملت دبل كليك هيدينا كليكت. هنا بيوريك طبعا في كولز باكس تانية خاصة بالماوس، بس هنا بيوريك مثال ل3 منهم. طيب تايم دوت تايم سكيل، افرض مثلا انت في جيم وعاوز تعمل بوزنج للجيم،
يعني عاوز تعمل إمكانية للجيم إن أنت بتعمل أو السيميليشن إن يحصل له بوزنج إن هو يقف، فإزاي هتعمل حاجة زي كده؟ بس فهنا هنعمل مثلا بول فلاج أهو، نحطه initially false، وممكن تخلي الكود ده مثلا على المانجر لو عندك مانجر، يعني بتعمل مانجر وتحطه عليه. فهنا مثلا عندنا مثلا جيم واحد مانجر، طيب جيم واحد مانجر عليه كود هو جي ام واحد واحد، يبقى نروح لجي ام واحد واحد، ممكن نضيف عليه الكود ده، اضيف عليه بول اللي هو بوزد انيشالي هخليه بفولس. طيب ولو او ممكن اخليه احط دبل ونحط القيمة، فاقول له مثلا دبل وديها قيمة تايم سكيل، تايم سكيل واحد، واحط القيمة مثلا واحد، واحد دي معناها بيشتغل نورمال. وبعدين هنا اروح في الابديت واجرح حاطط تايم سكيل دوت تايم واجرح حاطط القيمة، اروح هنا واحط تي اس واحد. طبعا احنا تي اس واحد عملنا initialization بواحد بس، فهنا دي القيمة دي هتجيلك واحد. هو عاوزها ممكن نحطها له float عشان build، فلو رحنا هنا نشغل هنلاحظ القيمة هنا اهو بواحد. طيب احنا لو عملناها قيمة حطيناها بصفر شوف ايه اللي هيحصل، هتلاقي حصل بوز للجيم. فانت مجرد القيمة دي هي تايم دوت تايم سكيل تحطها بصفر هتلاقي الجيم حصل له بوزنج. طيب افرض انا حطيتها بقيمة صغيرة 1 من 10، هتلاحظ الجيم بطئ بنسبة 1 من 10. طيب حطيتها بنص برضك سلو موشن، فانت ممكن القيمة والسلو موشن ممكن تبقى تزودها تقللها زي ما انت عاوز. طيب افرض انا حطيتها مثلا ب3 هتلاقيها سرع، انا حصل سرعة في الجيم. فانت تايم دوت تايم سكيل ممكن تتحكم فيه تخليه ابطأ تخليه اسرع، بتتحكم فيه حاجات كتيرة فيه. بس فهنا التايم دوت تايم سكيل لو حطيته بصفر هتعمل بوزنج للجيم، حطيته بقيمة أعلى من الواحد هتسرع الجيم، أقل من الواحد هتبطأ. طيب افرض احنا من اوبجكت عاوزين نعمل كول لفانكشن في اوبجكت تاني، فازاي نعمل حاجة زي كده؟ فمثلا افرض هنعمل كيوب والكيوب عاوزين نعمل كول لفانكشن، والفانكشن دي بتضيف ريجيد بادي لو عملت لها كول، ودي بتستخدم ان انت مثلا ساعات بتبقى تخبط في اوبجكت فعاوز تعمل كول لفانكشن عشان تستروي الاوبجكت ده. فمثلا افرض مثلا هتعمل انيميشن معين اللي هي الاوبجكت ان هو بيحصل له ديستورشن يعني بيتدمر، فانا اول ما يخبط في حاجه عاوز اعمل له كول للفانكشن اللي في جوه الاوبجكت ده عشان يبتدي عمليه التدمير. فبنعملها ازاي؟ فمثلا هناخد عشان اوريك مثال، هناخد على الكيوب ونحط عليه الكود ده، بس هنشيل الريجيد بادي من عليه لان الكود ده بيضيف لك ريجيد بادي كومبوننت على الكيوب. فهنروح مثلا الكيوب هنا اهو وهنشيل الريجيد بادي كومبوننت من عليه. طيب وبعدين هو محطوط عليه كيوب واحد واحد، فادي كيوب واحد واحد، هنروح هنا نعدل فيه الكود بحيث هنضيف الفانكشن دي. طيب هنروح بقى من مثلا من الجيم مانجر، ادي الجيم مانجر هنا اهو، وعاوزين هنعمل بحيث نعمل كل الفانكشن اللي على الكيوب ده. هنا ده جيم مانجر واحد واحد اهو، وهاجي في الابديت هحط مثلا فلاج فوق
public flag بول فلاج واحد، ولو الفلاج واحد ده بترو اف فلاج واحد بترو هنضيف الريجيد بادي كومبوننت وبعدين نرجعه تاني بفولس. هنضيف الريجيد بادي كومبوننت. طيب هنعمل هنضيفها ازاي؟ عن طريق ان احنا نعمل game object dot find ان احنا نجيب الكيوب، بس لازم ان نحط اسم الكيوب. احنا هنا الكيوب مسمينه كيوب واحد واحد، فاقول له هات الاوبجكت اللي اسمه كيوب واحد واحد، وبعدين dot send matches وبكتب اسم الفانكشن، بس اسم الفانكشن اللي احنا ضفناها على الكيوب. لو عملنا build هنا، لو رحنا على الكيوب احنا لسه ضايفين ادي كيوب واحد واحد عليه اللي هو كود كيوب واحد واحد، احنا ضايفين الفانكشن دي. فانا عملت اول حاجة سيرش عشان اجيب الجيم اوبجكت اللي هو كيوب واحد واحد، وبعدين عملت كل الفانكشن كيوب رياكت عن طريق ان انا عملت سند مسج وكيوب رياكت، كأنك بتعمل كل للفانكشن دي. طيب الفانكشن دي هتعمل ايه؟ المفروض هتضيف ريجيد بادي كومبوننت للاوبجكت. فلو جينا نشغل طيب هتلاحظ هنا الكيوب معلهوش ريجيد بادي كومبوننت. طيب الجيم مانجر هنا اهو في الفلاج ده، لو انا ضغطت حولت ترو المفروض هيعمل كول لفانكشن على الكيوب، الفانكشن دي بتضيف ريجيد بادي كومبوننت على الكيوب. فانا هعلم على الفلاج بترو، هتلاحظ اول ما علمت عليه جه تحت ريجيد بادي كومبوننت اتضافت على الكيوب وابتدى يعمل رياكت ويشتغل. فروحت على الكيوب هنا اهو هتلاحظ ادي ريجيد بادي كومبوننت اتضافت عليه. طيب اف ساعات عاوزين نعمل كاونت داون تايمر، يعني ساعات مثلا في جيم في اوبشن معين او في حاجه معينه بتعملها، فعاوز تدي اليوزر تايم معين يعمل خلاله الحاجه دي. لو عمل في تايم اكتر من كده يبقى هو مثلا خسر. فانا عاوز كاونت داون، فازاي اعمل كاونت داون؟ طيب عشان نعمل كاونت داون نفس الحكايه، هنروح نضيف التكست اللي هنحط عليه نكتب عليه كاونت، فهنضيف ادي جيم اوبجكت ويوزر انترفيس وهنضيف التكست ده هو اللي هو التكست هو ده اللي هيتعمل عليه جيم داون. ده هو التكست. طيب التكست ده هنروح بقى نضيف ممكن جيم مانجر ده او نعمل جيم مانجر تاني، ممكن نعمل واحد تاني مخصوص للتكست. فجاء كرييت امبتي وهنعمل جيم مانجر اتنين هنسميه جيم مانجر اتنين، وهنضيف عليه سكريبت تو سكريبت وهنسميه جيم مانجر مثلا اتنين واحد او اتنين اتنين. هنروح لجيم مانجر اتنين اتنين هنضيف الكود عليه. طيب اول حاجة لازم نحط unity engine dot user interface عشان فيها بعض libraries خاصة باليوزر انترفيس، وبعدين انا عاوز public integer time هنا اهو وفي text time. text time ده الاوبجكت اللي هو التكست اليوزر انترفيس اللي احنا هنكتب عليه. وجوه الستارت هعمل كول ستارت كوروتين اللي هي كاونت داون، وادي الكوروتين اللي هو كاونت داون. هنا التايم هنا تحطه انيشاليزيشن بالقيمه وبعدين هيبتدي هو يعد داون، وبعدين بتعمل كول في البداية لستارت كاونت داون.
ستارت كاونت داون، هتشوف دام التايم اللي انت حاطه هنا اكبر من الصفر هتستنى 1 سكند، يلد ريتيرن نيو ويت فور 1 سكند، هيستنى 1 سكند بس هيروح اليونت يعمل شغل مفيد، يعني مش هيستنى هنا ما بيعملش حاجه، لا ده هو بيرجع تاني اليونتي وبعد 1 سكند هيجي يكمل. طيب بعدين هيحول التايم تو سترينج، يبقى يحول التايم ده من انتجر يحول سترينج، وهيحطه في التايمر دوت اكس. التايمر ده في البدايه بيشاور على نان، فاحنا عاوزين نخليه يشاور على التكست اللي احنا حطيناه في اليوزر انترفيس. طيب بعدين هينقص التايم بواحد، يفضل يمشي كده لغايه التايم ما يبقى اقل من او يساوي زيرو، هيروح هنا ويحط كلمه بلاست اوف. ولو جينا عملنا بيلد ورحنا هنا اهو في اليونيتي، هنروح الجيم مانجر 2، هنلاحظ هنا التكست، اول حاجه التايم مثلا نقول له 20 سكند، طيب او نخليها اصغر مثلا 10. بعدين هتلاقي التايمر التكست هنا نان، ما بيشاورش على اي تكست ده. طيب انا عاوز اخليه يشاور على ده لان ده هو اللي هيكتب فيه، فممكن يا اما دراج اند دروب او بروح هنا بختار التكست. طيب بعدين اشغل، فلو رحنا نشوف ادي ده بتعد، ادي 10 9 اهو 8، يفضل يعمل ماينس واحد لغاية ما يوصل ل الصفر، وبعدين كتب لك بلاست اوف. ده بيوريك ازاي تعمل اللي هو كاونت داون. طيب احنا هنا عاوزين هناخد مثال ازاي نحط الفريم بير سكند كاونتر، يعني الفريم بير سكند عدد الفريمز بير سكند اللي انت اللي السيستم بيظهره. طبعا عدد الفريم بير سكند لو كان قليل مش هيظهر انيميشن، يعني الشخص هيشوف الحاجه كانها بتنط كده مش ظاهره. فافرض عربيه مثلا، تعمل عربيه بتمشي والفريم بير سكند عملته مثلا 5 فريم بير سكند، ف5 فريم بير سكند كان انت بتشوف صور متقطعه مش بيحصل لها انيميشن، فاحنا لازم الفريم بير سكند يبقى عالي. تاني حاجة ده بيديك انديكيشن للسيستم اللي انت شغال عليه، وبرضك لو انت كاتب فانكشنز هل الفانكشنز دي بتاخد تايم ولا لا، لان لو السيستم شغال عليه بطيء هتلاقي الفريم بير سكند هتلاقي اقل، لكن لو شغال على سيستم كاتو عالية هتلاقي الفريم بير سكند زاد عندك. افرض انت عملت سب روتين وما عملتوش اوبتمايزيشن فبياخد وقت، فلو بياخد وقت هتلاقي الفريم بير سكند قل معاك، فده انديكيشن مهم ان انت تحطه قدامك وانت شغال. فازاي بنظهر الفريم بير سكند؟ طيب هنروح هنا ونحط جيم مانجر، هنضيف جيم مانجر هنا عشان نضيف عليه الكود ام بي تي اوبجكت، وهنسميه مثلا جيم مانجر، ادي جيم مانجر وليكن 4، وهنضيف كود عليه نيو سكريبت ونسميه جيم مانجر 4 4. طيب هنروح هنا اهو هنضيف عليه كود، محتاجين نحط اللايبرز دي، وده متغيرات برضك محتاجين نحطها ونشرحها بالتفصيل اكتر. هنعمل بيلد، ولو رحنا هنا اهو ادي جيم مانجر 4، هتلاحظ اول حاجه التكست، هو هنا التكست بيشاور على نان، فهو دلوقتي الفريم بير كاونت لازم يظهر لك على تكست اوبجكت، هو حاليا بيشاور على نان، فلما اعمل دراج اند دروب او هختار اللي هو التكست اللي احنا ضفناه فوق. طيب وبعدين هنشغل،
فهتلاحظ هنا بيظهر لك ادي الفريم بير كاونت. فالفريم بير كاونت هنا فريم بير كاونت هيظهر لك مثلا 59 وشوية، ده الفريم بير كاونت. واحنا كل لو برينج زي ما نشوفها، كل رينج هيديك لون مختلف. فلو رحنا شرحنا بقى الكود، اول حاجة احنا هنا قلنا السامبل فريم خليناه 30 وهنشوف ده نعمل بيه ايه. بعدين قلنا الجرين فريم الرقم ده لو كان ازيد من 60 فيها فوق هنخلي لون الكاونتر بالاخضر، لو كان من 40 ل 60 هنخليه لونه اصفر. طيب هنا عملنا فيكتور او ليست من نوع فلوت، دي عشان هنضيف عليها داتا وهنشوف ايه اللي هنضيفه عليها. وبعدين خلينا برايفت اللي هو الفريم بير سكند. طيب كل شويه بنضيف تايم ضد دلتا تايم. طيب ايه تايم ضد دلتا تايم؟ دي لو انت مثلا شغال بانتظام 60 فريم بير سكند يبقى كل مره هتجيلك القيمه دي مثلا 1 على 60. لو انت مثلا شغال على جهاز تاني الفريم بير سكند دي مثلا 30 يبقى تجيلك 1 على 30 واقل او ازيد. طيب فكل مره بتعمل كول ابديت دي كل فريم بتضيف الرقم ده. طيب بيتضاف لمين؟ للفريم تايمز اللي هو الفيكتور او الليست اللي احنا عاملين لها ديكلاريشن. طيب بيشوف هنا الكاونت كم مره العدد السامبل هنا فريم دي كان 30، فده 30، 30 ناقص 1 هيدينا دول 29. اول ما الرقم عدد التايم ضد دلتا تايم ان احنا ضفناهم هنا يوصل 29 هيخش جوه الاف ستيتمنت. جوه الاف ستيتمنت هيعمل كول ل 3 سبروتين. طيب اول واحد بيعمل ايه؟ بيديك الافريج، يعني هيجمع دلوقتي انا عندي 30 قيمه او 29 قيمه متضافين في الفيكتور ده، يعني الفيكتور فيه 29 قيمه، عاوز الافريج بتاعهم اجمعهم واقسمهم على عددهم، فده الافريج. فهنا ديسبلاي افريج كل فيها في انا عندي فانكشن بتحسب لك الافريج اللي هي تجمعهم وتقسمهم على عددهم، وبقول واحد على القيمه دي. واحد على القيمة دي لان لو كنت انت شغال بانتظام 1 على 60 يبقى الافرج هيطلع 1 على 60. طيب فانا بقول 1 على 1 على 60 فده هيظهر لك هيطلع ب60، فالفريم بير سكند هيطلع لك ب60 لان ده تايم لكن ده هو فريكونسي. طيب بقول له الفريم بير سكند حوله لسترينج وخلي فيه الكسر هيبقى خانتين بس، الكسر اف 2 هيديك بعد العلامة العشرية خانتين فقط، هيحولهم لتكست. فالفريم بير سكند كاونتر دوت تكست هيديك القيمة دي. طيب بعدين بعمل كول لشينج فريم كلر، ده بيغير اللون بتاع التكست. لو كان الجرين فريمز دي 60، فلو كان الرقم أكبر من أو يساوي 60 خلي التكست لونه أكتر. طيب إلس لو كان أكبر من أو يساوي 40 خليه لونه أصفر، إلس لو كان أقل بقى من كده يبقى خليه لونه أحمر، فده تغيير اللون. فهنشغلها مرة تاني بس عشان نشوف إن هو بيغير في الألوان. هنا كان ما بين ال يعني اقل سنه من 60 فعشان كده هنا خلاه باللون الاصفر.